السلام عليكم. معكم محمد الإمامي، رئيس لجمعية الفنون الحلاقة بأكادير. أولا تحية للإخوان. اليوم كنشوفوا يعني الحلاقة الحمد لله تم الافتتاح ديال المحلات ديالهم بالتعليمات ديال الإغلاق، ودابا جا القرار اللي هو تم الافتتاح وتم التعقيم ديال المحلات يعني، وكانت النظافة جميع الصالونات الحلاقة رجال ونساء، وهذا كيرجع الفضل ديال الصبر ديال الحلاقين والحلاقات اللي هو يعني تبعوا التعليمات ديال اللجنة المتخصصة، والتعليمات كانت بالإغلاق. واليوم الحمد لله راه كنسمعوا عبر الاخبار، عبر يعني التداول ديال تم الافتتاح الحمد لله. اولا هذه النقطه، هذه ندوز النقطه اخرى. كاين الاقبال الحمد لله. اليوم في هذا الصباح كانت الاقبال، ولكن بالمواعيد كيدخل فرد، ما كيكونش داك الازدحام، ما كيكونش يعني كل صالون ثلاثه صالونات اربعه ديال الكراسه ولا ثلاثه، كيتحيد منهم واحد ولا جوج يعني باش ما يكونش داك الاكتظاظ. هذا وكاين المواعيد، يعني الحلاق كيمشي بالمواعيد، ما بقاش باش ما يكونش الاكتظاظ داخل داك الصالون، باش نحاربوا هذا الفيروس هذا، ما يكونش يعني داك التجمعات، ما يكونش واحد العدد ديال المسائل. النقطه الاخرى، اولا كنعرفوا الحلاق ولا الحلاقه تبارك الله عليهم قاموا بالواجب، ولكن كاين واحد الحاله اللي هي خاصه، اللي هي مضرين من الناحيه الماديه، تجمع لهم الكرا ديال المحلات مده ديال 3 شهور، والضو والماء وما والضريبه وواحد العدد ديال المسائل. هنا كنشوفوا من اللجنه اللي هي متخصصه تشوف الدور يعني الجهه ديال الحلاق ولا الحلاقين، يشوفوا باش يكون عندهم واحد الدعم اللي هو يرفعها حتى بالمستوى ديالهم، باش يكون حتى العمل ديالهم نشيط وفي المستوى، يكونوا حتى الحاله النفسيه ديالهم يعني في واحد الحاله تكون يعني مزيانه، حتى العمل ديالهم يكون في المستوى. وتبارك الله عليكم، تحيه للجميع. السلام عليكم، معكم رشيد من اكادير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بدينا العمل تاعنا كيف العاده، مي الواحد يدير الاحتياطات ديالو اللازمه، التعقيم والكمامه كما كتشوفوا، والتباعد المحل يكون بنسبه 50% كما وصفنا السلطات. والحمد لله باش تدوز الاجواء بخير وعلى خير، الواحد يدير الاحتياطات ديالو وما يكثرش من التجمعات والابتعاد والمصافحه. كاين الحمد لله دابا يلاه الحمد لله الناس كما كيقولوا رجعت المياه المجاريه شويه بشويه ان شاء الله. والحمد لله شهرين ونص تقريبا. هو كما اي واحد راه كيشوف اي حاجه خاصه كتخرج دابا سميتو لشي مدينه ولا سميتو كتشوف المحلات او اي حاجه ناقصه راه كضر في العيون. الحمد لله مع كامل هادشي راه الحمد لله كيما شهرين كيما باقي الناس في المحل حجر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.